بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهم المنطوق، سنة 5 ابتدائي، العصفورة والفخ. أتت عصفورة ساقية توجد على حافة حقل واسع تتموج سنابله، وهي ملأة بحبات القمح. فرأت فخا منصوبا فلم تدري أي شيء هو، فأغرقت فيه انتباهها وقالت: عم صباحا، وإن لم تكن بيننا معرفة الفخ، ولكنني أعرفك، وطالما رأيتك ترفرفين فوق الساقية وهذا الحقل. العصفورة: يبدو أنك مخلوق صالح، وهذا الحب بين يديك أظنه طعامك. الفخ: لم تخطئي، هو طعامي أسد به رمقي، ولكني أتصدق به على أمثالك المساكين. حفيف السنابل: لا تصدقيه أيتها العصفورة، إذا كنت تريدين القمح فتعالي إلي كعهدك وخذي ما تريدين. العصفورة: أرى بين يديك إناء به ماء. حفيف السنابل: لا تصدقيه أيتها العصفورة، إذا كنت تريدين القمح فتعالي إلي كعهدك وخذي ما تريدين. العصفورة: أرى بين يديك إناء به ماء، أظنه الشراب الذي تبرد به غليلك، فهل تطعمني من الحب الذي بين يديك وتسقيني من مائك العذب؟ القمح: الفخ: تقدمي، كلي واشربي، ولا تنسي غيرك من عابري السبيل. خرير الساقية: أيتها العصفورة، الماء الغزير عندي، فتعالي إلي كعهدك واشربي صفوا. العصفورة: يا إلهي، أما تكف هذه الساقية وهذه السنابل عن إزعاجنا بالخرير والحفيف؟ خرير الساقية وحفيف السنابل: لم تبقى لك إلا خطوة وتفقدين بعدها حياتك، ابتعدي أيتها العصفورة الطيبة. تتقدم العصفورة فيطبق عليها الفخ، وها هي تتخبط وتصيح بصوت مبحوح: غرني المظهر النزيه وخدعني اللفظ الجميل. خرير المياه: لم يكن عقلها يقظا ولم تأخذ بالنصيحة. دوكا رايحين نعاودو نرجعو لبداية النص، ورايحين نديرو شرح مفردات باش نفهمو النص مليح. بداية العنوان يقول لك العصفورة والفخ، يعني حكاية هذه صرات ما بين العصفورة والفخ. أتت عصفورة ساقية، يعني جاءت عصفورة إلى الساقية، توجد على حافة حقل، الحافة معناتها الحاشية، تتموج سنابله وهي ملأة يعني مليانة بحبات القمح. فرأت فخا، الفخ وكنا عارفوه، هي احنا ثاني نقولها يعني فخة، المصيدة اللي صايدوا بها، منصوبا يعني محطوط واجد. فلم تدري، لم تدرك، لم تفهم أي شيء هو. فأغرقت فيه انتباهها، يعني فأغرقت فركزت، يعني قعدت تشوف فيه مليح، تفرج فيه مليح مليح. فأغرقت معناتها ركزت انتباهها، وقالت: عم صباحا، يعني صباح الخير، وإن لم تكن بيننا معرفة. الفخ: كي نلقاو الفخ وزوج نقاط معناتها الفخ راهو يهدر، كي نلقاو هذا حفيف السنابل وزوج نقاط معناتها حفيف السنابل هو اللي راهو يهدر.
ترفرفينا يعني الطيري. أظنه أعتقد. أسد به رمقي، الرمق هو الجوع. كعهدك يعني كما مولفا كما تعودت. تبرد به غليلك يعني عطشك. عابري السبيل هو الشخص اللي يجي كما نقولوا احنا فايت برك، موش رايح يقعد. خرير الساقية هو صوت المياه، الصوت تاع المياه. احنا واش نقولوا؟ خرير الماء. احنا هنا قلنا خرير الساقية. الماء الغزير يعني كاين بزاف بكثرة. أما تكف يعني ألا تتوقف. غرني هي نفسها خدعتني. يقظا يعني فاطنا يعني ما تولهج. هذا هو يقول لك ما هي العبرة التي استنتجتها من سماعك للقصة؟ العبرة اللي نستنتجوها من هذه القصة هي أنه ما لازمش يغرنا المظهر، لازم الإنسان نعرفوه قبل ونتأكدوا منه قبل وبه نحكموا عليه. وكي يعطينا واحد النصيحة لازم نتقبلوا النصيحة، ما لازمش تخدعنا المظاهر. قديه من واحد المظهر تاعو مليح وبعد ما نعيشروه نلقاوه اكبر كذاب واكبر خداع، وقديه من واحد المظهر تاعو ماهوش مليح وكي نخالطوه نلقاوه انسان طيب وقلبه ابيض. يعني ما نحكموش الاشخاص من خلال المظهر، لانه المظهر دائما خداع. هذه هي العبره اللي نديوها من القصه هذه. وهذا هو النص تاع العصفورة والفخ. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.